لكم كلكم. النهارده يوم الاستاذ شريف. شريف مين؟ انت هتوديني بدايه؟ انا عمري جيت هنا. انت عايزه ايه؟ احنا قفلنا المكتب وهنسيب الشقه خالص. سعيده، الاستاذ شريف موجود؟ موجود يا ست هانا. هو الاستاذ احمد استاذ فكري. فكري؟ امشي انا بقى يا ست هانا، احسن يقولوا عليا خربت بيوت. يا خبر، ما قلت عليا ايه في التحقيق؟ قلنا انك انت خطيبه احمد، والندل انكر نهائيا انه يعرفك كده. برضو يا احمد خفت عليكي، احنا نستحمل البهدله لكن انت ما تستحمليش المحاكم والسجن. ايوه، لكن انا متاكده من براءتكم. مش مهم تتاكدي انت، المهم ان النيابه تتاكد. طب ما في ساكتين كده ليه؟ لازم نتصرف. اعمل ايه؟ بوليس؟ لا، مطراتكم، مراتك ومطرها مراته. مراتي؟ سلموني للنيابة. سلموني للنيابة. انت رايح فين؟ ادخل هنا بسرعة. مش معقول، ده مكتب اللي مأجره ب 30 جنيه الواحد ينور بوجودكم. فين شريف؟ فين فكري؟ شريف فكري؟ ايه اللي هيجيبهم هنا؟ البواب قال انهم موجودين هنا. ايوه، اما بواب فتان صحيح. يا ست هاني، يا انسه، مدام. اتفضل يا استاذ، انت والهانم عشيقتك، اتفضل. وليه ما تكونش عشيقه البيت؟ يا جماعه انتوا فاهمين غلط. انت تخرس خالص. ايوه انت تخرس خالص. طيب انت مالكش دعوه بينا. طبعا هيجيبوا فلوس منين علشان يصرفوا على الهانم؟ لازم يسرقوا. يا شرشر الحقيقه اخرس يا خاين. حتى ام عبده هي دي الاعمال الشاقه اللي حضرتك بتشتغل فيها بعد الضهر. يا هانم اسمحي لي افهمك الموضوع. هتمشي البيت بتاعك. طلعني كله منك انت. ليه؟ خد يا هانم المسألة. فتشوا الشقة. حاضر يا فندم. هو ده بقى واكر المزات. لا يا فندم، واكر ايه؟ ده مكتب محترم. طبعا محترم، ما فيش لا بيجامات ولا ازايز خمرة ولا حاجة. ابدا، ده شغل. ده اهو، ده شوية ورق، شوية دستهات. كلام فارغ، كلام فارغ خالص. حمام الهنا يا سي حسين. يا وليه بطلي قر. مطرح ما يسري يمري. حرام عليك، دول مساكين، ليه تحط لهم الفلوس وسط الورق؟ عشان التهمه تلبسهم. يعني هيروحوا في داهيه؟ مش احسن ما نروح احنا؟ اتكلم عن نفسك. ليه؟ مش كان ليكي دور معانا في العملية؟ يعني لو جرى حاجة أنا وأنت هنتاخد في كلبش واحد. لا يا سي حسين، بنتي مالهاش دعوة، هي عملت كده علشان ما تزعلكش. كده؟ على العموم لازم تفهموا إن لو حد فتح فيكوا بقه بكلمة أنا مش هسكت. هجرجركم في قرابيزي. البت مفهوم؟ هتعمل ايه يعني؟ بدل ما اخش الامام بسرقه هخش بقتيل. حوا خساره الحلاوه دي في التوه بدري. خلينا متدارين احسن. والتهمه لابسه المغفلين الثلاثه زي ما تكون متفصله عليهم تمام. المصايب؟ ادي احنا بقينا حراميه. الله، فكري بيضربني الحال يا فكري. الحقك على حبل المشنقه. مراتي انا اتطلق بسببك. انا يا جماعه ما يصحش، انتوا ذكر واحد. وذكر واحد ايه؟ انت فاكرنا ايه؟ حراميه؟ الله وماله؟ وماله في حاجه اسمها وماله؟ ريحته وحشه، ريحته وحشه خالص. امشي. ما تستحمى يا اخي، استحمى. اقعد. Thank you.
بيتفاهم بالعقل. مفيش بينه وبينك كلام. طب اسمعني انت. امشي من جنبي، ما تشبهنيش بوقوفك معايا، امشي. الفلوس دخلت الشقة ازاي؟ مين غيرنا كان بيجي؟ برلنتي، هي برلنتي. هدى، ها؟ ايه اللي جابك هنا؟ واحدة اتصلت بيا وقالت ان عندها معلومات عن الحادث. نفس الكلام اللي قالته لي في التليفون. يا ترى مين؟ هنعرف دلوقتي، بس يا ريت صحيح تقدر توصلنا للدليل على براءتهم. نعم. انت لسه بتفكري في شريف؟ لا طبعا، انا تهمني سمعتي مستقبلي. النهارده مدير المحل الدنيا اجازه، خاف الزباين تشاور عليا وتقول مرات الحرام اهي. ولا انا ده انا بشوف المر في المدرسه. دي مصيبه يا هدى، كارثه. صباح الخير. قبل ما نتكلم في المهم، احب اقول لكم ان مفيش بيني وبين رجالتكم اي حاجه. كلكم بتقولوا كده. انا كنت مجرد سكرتيره في المكتب. ايه دوري عليه صدقك كده. يبقى مفيش داعي اقول لكم انا كلمتكم ليه في التليفون. استني، صحيح انت تعرفي حاجه عن اللي سرق الفلوس؟ الله، طب ما انتوا بتحبوهم اهو. الراجل اللي ما بيرتاحش في بيته لازم يدور على حته تانية عشان تريحه. يا سلام، يعني نسيب شغلنا بقى ونقعد لهم؟ محدش قال كده، لكن جوزك له حقوق عليكي، لازم تهتمي بيه، لازم تقفوا جنبهم وقت الشده، لازم تساعدوهم عشان يثبتوا براءتهم. براءتهم؟ مش هما اللي سرقوا. امال مين؟ مش شريف ولا فكري ولا احمد. احمد ماله؟ احمد سلمولي عليه وقولوا له فتش عن السكر، يمكن يوصل لحاجه. باي. فتش عن السكر؟ دي فزوره. ما تطوليش ايدك، كفايه اللي عملوا الاسفلت في جتتي. احب الفت نظرك، ممنوع سيره الاب والام. يا اختي ازيك يا فكري؟ ازاي صحتك يا شريف؟ انا كنت بهزر ساعه ما طلبت الطلاق يا حبيبي. يعني متاكده اني